مثل ما قلنا في بداية الحلقة أن ضيوفنا اليوم نورينا ومشرفينا من المملكة العربية السعودية، عندهم حب للعمل الفني كتمثيل وإخراج وصحافة، بالإضافة إلى حبهم لروح المقامرة واكتشاف الأماكن المهجورة. فأكيد حديث جدا شيق مع ضيوفنا في الاستديو، الممثل والمخرج جميل القحطاني، حياك الله، مساء الخير. يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير، مساء مساء الله النور، متابعينا. بصراحة يعني أنا فخور إني في قناة الرأي، حياك الله، محبينا. منورنا، الله حياك يحييكم. الله. وأيضا الصحفي أحمد السالم، مساء الخير، حياك الله ومنورنا اليوم، الله يمسيك بالخير ويمسي المشاهدين، وأشكر قناة الرأي على حياك استضافتنا. الله، الله يعطيكم العافية. حياكم الله ومنورينا. في البداية خلينا نتكلم أستاذ جميل عن التحديات. دائما نسمع أن بعض الفنانين اللي يدشون هذا المجال أن تحوشهم تحديات كبيرة على أساس يوصلون للنقطة اللي هم يبونها، هل فعلا ما زالت هذه التحديات موجودة؟ أنا أحب التحديات على فكرة. الفنان بدون تحدي ما حيكون فنان. لازم انه خاش المجال الفني والاعلامي بالذات عنده الصبر، عنده تحمل الصبر. الجلد احنا نسميه، يتعدى الصبر كمان الجلد. في تحديات وفي تنافس بين الممثلين بشكل غير طبيعي، حتى انها توصل يعني لموضوع يتعدى انه منافسه شريفه للاسف الشديد. في تحديات، اي نعم. نعم، يمكن البعض يشوف أن المشاكل اللي تكون موجودة أو تواجه الممثل أو حتى أي شخص في هذا المجال الإعلامي، إحنا نقدر نقول بشكل أكبر وأوسع، بسبب قلة وجود أشخاص ممكن أنهم يحتضنون هذه المواهب والطاقات الكبيرة اللي عندهم من قبل شركات الإنتاج الفني. شو تشوف هذا الموضوع أحمد؟ والله بصراحة الشباب الآن اللي عندهم مواهب صارت مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي بتحتضنهم، يعني عندك اليوتيوب الآن بيحتضن الشباب. قلة المعاهد اللي بتخرج المواهب هذه، خاصة احنا عندنا في المملكة ما هي موجودة، يعني انهم بيطلعوا ممثلين، عندنا شباب وكوادر جميلين يعني في التمثيل، في الاخراج برضو. انا ما ابغى انسى انه الاخراج عندهم، احنا لو نشوف مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في اليوتيوب يعني مواد كثيرة، يعني إعلامية، فنية، تمثيل، أغاني، أي شيء أي كان مواهبهم صارت تحتضنها مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، بناء على الكلام أحمد، هل بسبب اتجاه الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي سببها الرئيسي مثل ما قلت أنه لا يوجد شركات إنتاج تتبنى هذه المواهب؟ إيه طبعا يعني للأسف الشديد حتى في الفترة الأخيرة والآن الأخيرة المنتجين صارت زي شلليات معينة، جروبات. لو نظرنا يعني رمضان، شهر رمضان كريم، السنة هذه تشوف مجموعة مع الطاقم الفني، شركة إنتاج معينة من دون ذكر أسماء، نفس الطاقم اللي السنة الجاية حيكونوا، ما في تغيير، ما في مواهب جديدة. يعني إذا جاب واحد ولا اثنين يمكن بالواسطة كمان، لكن فين الشباب؟ فين اكتشاف المواهب للأسف الشديد؟ وفي مواهب عندنا ترى مو بسيطة، طيب بشكل على مستوى الخليج يعني بتكلم، يعني في مواهب. يعني انا لما اتفرج اعمال في اليوتيوب والله العظيم تنافس يعني اعمال تركيه، زي ما بنشوف الاعمال التركيه. هذول احتضروهم مؤلفين، احتضروهم مخرجين، احتضروهم فنيين، ممثلين. عندكم ما شاء الله سووا لنا يعني معهد، يعني على الهواء، لا يكون معهد حقيقي، معهد على الهواء، شوف اللي موجود في اليوتيوب ونقي الشباب هذول، يمكن يكتب لك قصه اروع مما انت تكتب. للاسف عندنا المنتج هو البطل، يكتب ويخرج ويمثل يبغى كل شيء، مشكله. لو نظرت الجميع قحطان يمكن الان المتابعين يعرفوا، انا بكتب اخرج، بس عندنا مثلا في المدينه المنوره ما في يعني متخصص او اكاديمي انه يكتب ولا يخرج، قصبا عني حفرت في الصخر يعني عشان اكون اسمي واكون قاعده جماهيريه وابني مسرحيات على مستوى المملكه، يعني حتى الواحد انه يصل يعني. ولله الحمد خطينا خطوات حلوه، نقول لسه احنا برضه كل عمل نقول لسه، يعني الانسان مهما كان فنان يطمع بشيء افضل يعني. طبعاً. ان شاء الله. احمد، ما انك انت صحفي، سبب وجود عدم يعني احتضان للشباب او المواهب سواء في التمثيل او الصحافه في المجال الفني بشكل عام، شنو الحل؟ وليش قاعد يصير مثل ما قال الاستاذ جميل، قاعد يصير في يعني شله مع بعض نفس كل رمضان نشوفهم مع بعض؟ تمام. طبعا احيانا يشوف الشاب او الشابه تشوف انه دمج الاعلام مع التمثيل صعوبه، ما يقدر انه يتوفق بين الاعلام والتمثيل. انا دخلت ممكن الاعلام ودخلت مجال التمثيل، انا لي كان مسلسلين في رمضان الماضي عند مزار الخريف وحارة الشيخ. طبعا مشكله البعض انه في الاعلام الصحفي او الورقي
بدأت تتناسى أو تتلاشى. يعني الآن الكثير اتجه على المواقع الإلكترونية، يعني الصحافة الإلكترونية هي اللي أخذتهم وصارت تحتضنهم. الصحافة الورقية الآن ما صار لها متابعين كثير. أنت لو رجعت قبل كم سنة، ممكن 10 سنوات، كانت ملمة والكثير يهتم في الصحافة الورقية. الآن يعني زي ما يقول لك النصيب الأكبر المواقع الإلكترونية هي في الصحافة الإلكترونية. ما تتوقع أن هذه الفترة راح تنتهي السوشيال ميديا، خلينا نقول بشكل عام؟ أنا ما أعتقد، لأنه هذا هي بدايتها. بدايتها الآن السوشيال ميديا بداية أنها تحتضن الشباب. الآن أنت لو تلاحظ أكثر المشاهير يمكن أعمارهم ما تتعدى يمكن 25 سنة، بدايتهم كانت من السوشيال ميديا، سواء كان إعلامي، سواء كان عنده موهبة، سواء كان غناء وتمثيل، هو أي إن كان يمكن في كلمتين ممكن تطلع في السوشيال ميديا. يعني أنا أعرف شباب كثيرين ما شاء الله عليهم دخل السوشيال ميديا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، سواء سناب شات، تويتر، الفيسبوك، اليوتيوب. ما شاء الله تبارك الله وصل عدد جمهور بالملايين، ولا احنا اللي بنحفر يعني الجيل القديم لسه ما وصلنا له. طيب جميل، يمكن قبل شوي في بداية الحديث معك ذكرت ان اي فنان لازم علشان يصير فنان لازم يواجه هذه المشاكل في مسيرته الفنية. ليش قاعد نشوف هذه؟ هل بالضرورة فعلا ان اي فنان ممكن انه هو تكون عنده هذه المشاكل؟ يعني بمعنى ان انت اذا كنت توك شاب صغير تدخل في هذا المجال تلقى عندك هذه المشاكل، ما تلقى الامور متسهله معك، ما تلقى احد قاعد يشجعك بالشكل الكافي، راح تطلع وراح تتجه للسوشيال ميديا. يعني اي طبعا هم في الاخير حيتجه غصب عنه، حيتجه لليوتيوب والاعمال هذه، ويجيب له كاميرا خاصه ويشتغل. بس انا بقصد يعني شوف ايه توفيق، يعني ايضا يعني لا ننسى توفيق الله عز وجل. ممكن واحد زي ما يقولوا دعيت له امه طالع فجاه بطل 30 حلقة، بس انا ما ايد انه يطلع على طول بطوله. يعني انا اجي وماني معروف عند الناس والعب 30 حلقة، الناس ما حتقبله. في فنانين شباب جو بعدنا شاركوا في 30 حلقة، لانه هو متفرق فنيا ما عنده عمل وظيفي. يمكن جميل تحكره الوظيفه انه شارك في 6 حلقات، شارك 7 حلقات، شارك في هذه الحدود، يعني لانه الوظيفه يعني زي ما يقولوا تخنقك شويه. صحيح. بالعكس انا اشوف انه هي توفيق، واشوف انه كمان لازم يضحي ويغامر. على فكره نوع التحدي والمغامره هذه، واحيانا كبت الفنان ومحاربه الفنان، بتعطيه انه هو يطلع اللي جواه، يصير زي ما يقولوا الشاعر يولد ولا يصنع. يعني يحاول، يعني عارفه انه ممكن مع هذه الاثار زي ما نقول الاثار تقريبا اللي هو تعرض لها تنعكس على شخصيته، يبدا صحيح. في دور تراجيدي، يبدا في دور كوميدي، حتنعكس عليه ترى. هذا بعد 5-6 سنين راح يصير عنده حاله نفسيه على الموضوع. لا بالعكس والله، والله في ناس يعني ما شاء الله اثرت فيهم، لكن زي ما يقولوا الشاعر يولد ولا يصنع. فعلا يعني ولد على المسرح، ولد على الشاشه، المعاناه تاثر يعني مهما كان. احنا في حالاتنا الاجتماعيه ترى يعني كل قصصنا كوميديه، وكل قصصنا في العالم كلها القصص العاديه تمر علينا، الاشياء الفرايحيه الكوميديه الحزينه هذه انت تتاثر فيها وتتاقلم. ولا كان يعني كان ما وصلنا قناه الراي اليوم. صحيح. الله يوفقكم يا رب. هذا التحدي في مجال التمثيل، ولكن احمد نبي نعرف التحدي. انت تشتغل في احد شركات الصيانه، بعدها صحفي، فش التحدي بين الوظيفتين المختلفين؟ طبعا هذه بدايتك في شركه الصيانه، ولكن بعدها انتقلت الى صحفي. تمام. فنبي نعرف هذا التحدي، يعني الانتقال. تمام. انا اوافق اخوي جميل في كلمه الطاقه السلبيه وتحويلها الى ايجابي. شوف الاثار الحزينه شايف. فانا حولت الطاقه السلبيه الى ايجابيه. طبعا انا مريت بظروف خاصه في بداياتي، لو اقول لك سلفتي ممكن بعض الشباب يقول كيف وصل. انا بديت من كاشير في مطعم، بعد كذا انا انتقلت على شركه، اشتغلت في شركه صيانه، كان دوامي من 7 للساعة 3 الظهر، فكنت أخرج أبدل ملابسي عشان أتعلم كيف أكتب كلمتين في الصحافة. 8 شهور. طبعا 8 شهور، 8 شهور تقريبا تعلمت فيها أشياء كثيرة، مخارج الصحافة، القواعد، ال5 الأحرف، وكل شيء. خلال تقريبا 8 شهور ما كنت بستلم ممكن راتب شيء، ما كنت بستلم حاجة. يعني كانت مهمتي أني أنا كيف أتعلم. حلو.
بعد ذلك بديت اني اكون انا متعاون في الصحيفه، صرت متعاون، وبعدين الان صرت رسمي الحمد لله. يعني تغير شيء كثير. في عام 2013 و14 اخذت افضل اعلامي ما شاء الله. طبعا يمكن انا عندي مواضيع صحفيه، البعض من الصحفيين وفيهم الخير والبركه ما شاء الله عليهم، يعني ما يقدر حتى احيانا ما يقدر يتجرأ انه يكتب، لكن لانه عندك الرغبه والحب في هذا المجال. أيوة. عشان كذا قدرت. وانا ما انسى كمان اخص الاستاذ، وهو يعني هو اللي علمني شو كمان جزء من الصحافه، الاستاذ ابراهيم الزهراني نائب مساعد رئيس التحرير، اللي يقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالاستاذ ابراهيم يعني دفع فيا برضه في الصحافه واشكره والله. نعم، يعني شفنا هذه واحدة من الجوانب للمشاكل اللي ممكن تواجه أي شخص إذا يبي يوصل لي. هو إذا يبي يوصل للي يبي أكيد راح يحفر لمن يوصل، وشو شلون خذ جوائز في هذا الجانب. أكيد إحنا راح نكون مكملين معاكم، راح نعرف سالفة فريق الجوكر من بعد هذا البريك. ضيفنا أحمد السالم كون فريق للمغامرات وزيارة الأماكن المهجورة وسميته الجوكر. عطنا قصة الجوكر، شنو هو؟ طبعا فريق الجوكر سبعة، طبعا مكون من عدة أشخاص، منهم الأستاذ عبد الرحمن ومعتز، طبعا هم فريق مساندين لي معايا. طبعا مهمتنا أن بندخل للأماكن المهجورة والأكثر يعني زي ما يقول لك مخيفة جدا. طبعا يتداول عن بعض الناس أنه هذه الأماكن فيها جن وفيها أوكار عصابة وكذا، فإحنا بنغامر في الأماكن المهجورة هذه. طبعا المغامرة الأولى كانت مغامرة الوادي الجن، كثير يتداول، حتى وصلت لدول أوروبية سمعوا فيها أنه في وادي للجن، كتبت عنها الصحف الأوروبية أنه الوادي الجن يسكن وادي الجن، وفي أنه في المكان السيارة ممكن تتحرك من وحدها. حبيت اني انا اغامر في المكان هذا طبعا، حتى اوضح للناس انه بعض الاماكن ما فيها جن، يعني هو ممكن يكون في رهبه ومخيلات انه في جن. صحيح. طبعا انتم زي ما انتم شايفين هذا كان لوادي الجن. طبعا هو ممكن ما بتشوفوا شيء على الواقع، لكن مخيلات او انه إحساس، هم موجودين، إحنا ما ننكر وجود الجن موجودين، لكن ما يبان عليك أو يظهرون لك بأشكال أو أجساد. طبعا الشيء اللي كان مخيف لنا إن بنشوفهم على شكل حيوانات وغريبة. في المدينة المهجورة بعد الوادي الجن، إحنا رحنا المدينة المهجورة بعدة أيام، شفنا أشكال غريبة، يعني كانت شكلها مخيف. لقينا بعدة منازل تقريبا لها 10 سنوات مهجورة، بيتجسدون هم على أشكال حيوانات. طبعا حتى اللي في وادي في المدينة المهجورة، حتى من واحد من الفريق تشهق من الخوف، يعني ما قدر يتحمل يشوف الموقف هذا، فتعرضت أنا للإصابة. يعني كان المنظر جدا يعني مخيف. وانا حتى ما انصح متابعيني، انا عندي متابعين عدد كبير ما شاء الله، لم كل قبل مغامره اقول لهم لا تتفرجوا على اللي انا ببثه. انا انصحكم اي واحد بيعاني من القلب او السكر او الضغط انه ما يتفرج، اللي تقول لعمارهم عن 18 سنه انه ما يتفرجوا. هذه هي المدينه المهجوره طبعا زي ما انتم شايفين، جدا مخيف المكان، يعني ما حد بيدخل المكان هذا. وكان دخولنا بعد الساعة 12 بالليل. ثالث مغامرة أنا غامرت فيها أوكار عصابة، طبعا تبعد عن هذه اللي كان من وراها سقوط عصابة، قصة مختلفة، وصار عندك سبق صحفي من خلال هذه المغامرة. تكلمنا عنها واللي تحولت فيها من صحفي لشخص مغامر إلى بطل في الصحافة. الله يسعدكم. طبعا أول حاجة كانت جولتي في مكان تبعد عن المدينة 25 كيلو أو 20 كيلو بالضبط. كانت عندي الرغبة أني أنا أشوف إيش اللي موجود في المكان هذا، هي مجموعة يعني مزارع، فرصدت اشياء انه الجوالين وكذا وما ادري ايش وكذا، فيها تصنيع للخمور وكذا، فحبيت اني اعرف مين صاحب الشيء هذا. فوجدت واحد من افراد العصابه فتحدثت معه انه يعني
مين صاحبها وليش موجودة هنا الجولين هذا. فقال أنا ما عندي علم في الموضوع، هو يبغى يخرج من الموضوع فهو مفتكر أني أحد الجهات الرقابية. فقلت له أنا مستخدم وأرغب أني أنا أشتري منك، يعني أنا زبون أبغى أشتري، وأنا ممكن صرت ممثل عاد بعدين. فأيوه هنا ما يعني هنا 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 دمجت، شوف بقول لك أنا دمجت الصحافة المغامرة التمثيل، يعني الثلاثة دمجتها في واحدة. جميل وياك الله يسعدك. ما أقدر. أنا كم مرة بقول له تعال معايا على أساس إنه هذا، لكن هو عذب بكلمات الله تمام. فرحت للمكان تعرفت عليهم أخذت رقمهم. زعيم العصابة ما كان حريص ومتخوف إنه ما يقابل أي شخص. حاولت انه مره مرتين اني انا اشتري منه اني انا اتقابل معه، فوعدني بعدها باسبوع. فلما جيت اخذت منه قاروره ماء كانوا مفرغينه ومعبين فيها الخمر، هي عرق وكذا، فبدلوها واشتريتها منهم. هو طلب مني 150 ريال اول شيء، فتفاوضت معه على اساس اوضح له انه ما ابغى اشتري وامشي، فقلت له اخذها منك ب 50، فوافق. طلعت له، حاولت اني انا اطلع له مبلغ كبير على اساس انه اني انا متمكن وعندي مبالغ كبيره وانه ما تفرق معي الفلوس. فاخذت منه هذه، وبعدين بعدها بساعتين اتصلت فيه قلت ابغى اخذ كميه كبيره. اتصلت فيه، بعد ما اتصلت فيه قال لي حدد لي مكان غير المكان اللي الاول على اساس انه ما يكون مرات. والله اني دخلت المكان وكانوا اكثر من 7 أشخاص من العصابة، كل واحد بيتصل على الثاني بيتأكدوا في السيارة مين فيها. أنا طبعا تواصلت مع الجهات الأمنية بصراحة ما قصروا الله يعطيهم العافية في المدينة المنورة. أشكر اللواء عبد الهادي الشهراني مدير شرطة منطقة المدينة المنورة واللي كان متجاوبين معايا ونسقوا معايا، والحمد لله تم القبض عليه وكان زعيم العصابة هو، لأنه وجدنا عنده تقريبا 6 مصانع فيها مخاطر. صح؟ مخاطر كيف هي 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 شو هي هي مخاطر، لكن عندي عزيمة إني أنا أكشف عن الأشياء هذه. لكن البعض حتى كمان اتهمني من متابعيني قال لي أنت شكلك مخاوي جد. فهو أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بدعوات الوالدة إنها هي دائما الله يحفظها. على فكرة هو مثل دور سوداني كمان معاهم، تنكر صدق؟ إيه فتنكرت هذه بإذن الله. بس أنا هو ترى في مواهب عنده ممكن تستعين فيه. هو أنا ما أبغى أوضح، لأنه أحيانا يكون إحنا واضحين، ما أبغى أوضح لهم الصورة أنه أنا ممكن حتنكر لهم في شيء ثاني، لأنه بدخل لهم في أشكال مثلا شكل سوداني، أحيانا بدخل لهم بشكل شرق آسيا، أنا عدة جنسيات. بعد أسبوعين عندي مغامرة جدا خطيرة طبعا، اللي هي ممكن اقولها. اي اكيد. انا انصح بس اول شيء انه ما حد يتابعني اللي يقول اعمارهم عن كذا او اللي معهم اقل. شوف انت من تقول شيء راح يتابعون. هو انا عشان اخلي مسؤوليتي. صحيح. طبعا المكان هذا يبعد عن المدينه، ما ابغى كمان اوضح المكان عشان اللي يبغى يروح ما اكون انا سبب فيه، يعني حتى ما بوضح الاماكن اللي بروح لها. تبعد عن المدينه تقريبا 300 كيلو، طبعا فيها ملوك الجن، منطقه جدا مخيفه، يسكنها شخص يدعى انه من الجن واسمه الهيلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عارف اسمه احمد. يمكن اللي قاعد تقوله ساعات مو الكل يصدقه، وهذا اللي قاعد تقوله يعني بناء على وجهه نظرك انت واللي قاعد تشوفه في هذه الاماكن. والساعات احنا يعني كل واحد وحسب تفكيره، هل ممكن انه هو يصدق في هذه الامور ولا لا، هل هي مخيلاتنا ولا لا في هذا الجانب. بالضبط. لا مغامرات احمد، ولكن جميل انت ايضا لك مغامراتك في المسرح في التمثيل والاخراج، ولكن ليش للحين ما اخذت نصيبك في الادوار؟ انا قلت قبل شويه، قلت لك الوظيفه تحكر الفنان، اذا كان انت موظف خاصه في الحكومه ما حتقدر تتخطى، حتى لو اخذت اجازه شهر شهرين 3 شهور، احيانا في اعمال تطلبك تستمر اكثر من 3 شهور انك تشارك في مسلسل وتاخذ فرصه. ايضا التوفيق، يعني
دعواتكم ان شاء الله، نحن ان شاء الله موفقين نستمر، وان شاء الله انا يعني حتى افكر في التقاعد مبكر يعني. لا لا تو الناس تو الناس عشان يمثل عشان اوكي عبالي قاعد من التمثيل. إيه لا 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 التقاعد مبكر في الوظيفه عشان اقدر اخطي خطواتي يعني. بمناسبه الجن على فكره، في واحد من الكتاب جاني مره استاذ قدير قال لي اخرج لي مسرحيه كلها عن الجن، صراحه كل يوم احلم فيهم. قلت له وقف وقف ما اقدر، وفعلا ما وقفنا العمل. حبك للفن مو ما يخليك ممكن انت تغامر وتخاطر زي مغامرات احمد أبداً. ممكن جزء منها؟ لا لا يعني حاولت معه ما اقدر حاولت معه مو انا من هو قاعد يتكلم وانا قاعد ارتعش من اول. بس انا بوضح نقطه يمكن الجميل اكثر، هو صديق عزيز لي من سنوات طويله مو هو الله يسلمك. وهو بعتبره اذا دخل اذا هو عنده مسرح انا بكون معاه. انا يعني بس شوفه هو ما يكون وياه، ما بيكون وياه. هذا اللي انا بحاول فيه. ف يعني دائما اتوضح للناس اللي بيتابعوني او الناس اللي بيعرفوني انه لازم يكون مدرب، لانه لازم يكون عنده لياقه، لازم الحواجز. ليش؟ لا لا لانه لا لانه في اماكن مثلا زي طلوع الجبال ما بتقدر ايوه ما بتقدري تطلع الى الجبال. ثانيا لازم الحواس عنده الخمسه تكون سليمه، بمعنى البصر بيسمع الرائحه الحس عنده. في بعضهم ما تقدر انت ما يسمع ولا يشوف، فتجي له عنده الرهبه والخوف اكثر. صبر كمان صبر ايوه. فدائما احنا قوه الايمان اهم شيء. ايوه الحمد لله احنا دائما عنده قلب شويه كمان. دائما الحمد لله احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، فباذن الله المغامره القادمه حتكون جدا قويه باذن الله. يقول لي روح معي، اقول له والله ما اروح والله ما ودك تخرج. منى عيني منى عيني انه يروح معايا اول واحد اشرد. وفي بعد هذه المغامره الجايه المغامره في وسط البحار فيها جن برضه. من شوي بدايه الحلقه انا صار سولفت انه ممكن في بعض السفن تكون قديمه من الحروب قديمة. تكون تحت البحر هو فمهجوره. هو في منطقه فيها داخل البحر، وترسل لي الفيديو من الاشخاص اللي اعرفهم ومن مصادر انا ما اخذ من اي احد، انه في تحت البحار في اصوات للجن، وارسل لي الفيديو في صوت. اعتقد هاي التجربه تكون وايد خطره جدا خطره. وفي حق تركيا بس احنا بنحاول ننسق مع الاشخاص اللي هناك، طوابق عده طوابق فيها سكن للجن. الله يستر هذه عاد. طيب احمد يمكن اللي قاعد تتكلم عنه ترى شيء وايد خطر، وايد خطر مزبط. ومو بسهوله شخص اللي منصر. اللي الطيش اللي قاعد يكون عند الشباب انهم يروحون يبون يجربون، او حتى ساعات قاعد نشوفهم في فيديوهات. في فيديو انتشر من اسبوع اللي طاف هم لي ربع في السعوديه رايحين هم نفس الشيء، هو كان قاعد يغش مع ربعه ثلاثه طاحوا غشيانين، وما كان في اساسا اي موقف قاعد يصير معاهم في مكان مهجور. هذه نوع من الاشياء الخطره، هل في لها سيفتي لما انتم تروحون كجروبات؟ مزبوط مزبوط. طبعا احنا ما بندخل اي اماكن مهجوره الا لازم نرجع لها في النهار اول شيء، نتاكد هل هي ملجا للعصابه، هل وجود في اشخاص ساكنين حوالينا، هل المنطقه في احد، نشوف اذا كان فيها مثلا فيها حفر حفريات او شيء زي كذا داخل. احيانا احنا لقينا منازل كانت فيها حفره فشفناها في النهار، فخلاص حددنا نقاطها ان ما ندخل هنا. احنا عندنا ممكن مجهزين بالسفتي، طبعا الاضاءه، طبعا الشوز، كل شيء متكامل الحمد لله. قلنا احنا ما بنروح لوحدنا، طبعا احنا مجموعه مدربه زي ما قلت. طبعا بنتاكد من الموقع قبل ما احنا نروح له في الليل. انا ما انصح اي شخص انه يروح له، احنا مجرد فريق استكشافي ما يؤذي لا جن ولا انس. البعض يروح ويقعد يصوت فين ما ادري ايش وكذا، ويقعد يطلع اصوات، وبالامكان كمان ممكن يكب مويه حاره في الموقع لا حتى لا يسمي ولا حاجه. احنا استكشاف بالاضافه الى انه احنا نوضح للناس انكم ما تخافوا من الاماكن هذه، ان ذكرتوا ربنا صحيح. معاكم باذن الله. احمد طبعا اتاثر وسوى فيلم رعب بجد صحيح، وشاركت معاه في فيلم رعب هو من فكرته وتاليفه واخراجه. تمام اسمه الانتقام. انا كنت كرؤيه اخراجيه كخبرتي واديته بعض النقاط، لكن هو ما شاء الله اول فيلم يخرجه يعني تمام. ومن كتابته
شاركت فيه برضو كنت خايف يعني. حلمت فيه بعد ولا لا؟ يعني تمثيل يعني. طبعا اتهرب انا ما اصور. طبعا الفيلم هذا احنا صورناه اول فيلم رعب في المدينه المنوره، بيتكلم عن الضمير. طبعا جميل بيكون شخص انا ببحث عنه انه ابغى اخذ منه مبلغ مالي، هو مستلفه مني ما بيعطيني، هو صرت احاول اني اخذ الفلوس اللي انا ابغاه، وهذه حصله كثيره. بلحظه كلام بيني وبينه ممكن انه انا اقتله في الفيلم. بعد كذا يصير يطلع لي في كل مكان، يطلع لي في المنام، يطلع لي في الطرق، انا معدي من الطريق. بعد كل لحظه بيطلع لي فيها خلاص انا انجنيت، صار معي الجنون. لا تحرق الفيلم ها. لا هو في اجزاء احنا ما بس نوضحها للمشاهدين. لانه خلاص هي على نهايتها، باقي تقريبا عده مشاهد وننتهي منها الحمد لله. من كثر ما احنا بنشوف اشوف انا جميل في كل مكان، يصير عندي الجنون خلاص، هذا يصير الضمير. هذه بعض التفاصيل عنه. يقولك بيشوف جميل. طبعا جميل بيشوف جميل. جميل. طبعا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كل الشكر لكم على وجودكم معنا في برنامج رايكم شباب، شرفتونا ونورتونا. الممثل والمخرج جميل القحطاني وايضا الصحفي احمد السالم، شكرا على وجودكم. الله يسعدك. شكرا لكم، نورتونا اليوم، موفق ان شاء الله في هذه المقابلات الخاصه فيك وايضا في خطك الفني. وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، نلقاكم على خير على نفس الموعد باكر. مع السلامه. مع السلامه.